أهلا وسهلا فيكم. نحن عم نحضر سلسلة محاضرات يلي بتعدها اللجنة الثقافية تبع نقابة الأدلة السياحيين، ويلي هي مسؤولة عنا مارسيل صليبة. يعطيها ألف عافية مارسيل، وبنشكر كمان ميرا الحواجة يلي هي بتحضر البانرز. وبنستغنم الفرصة لحتى نذكر إنه الخميس الجاي في عنا سفرة على أمريكا الجنوبية على بوليفيا مع الدكتورة فرة حداد. واليوم نحن حنستضيف الزميلة ريم عباني. ميرسي ريم، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. هي ريم عضو بمجلس نقابة الأدلة السياحيين، وبتهتم بالدورات التدريبية، حائزة على ماستر 2 بالتوريزم and cultural engineering من كلية السياحة اسم الإرشاد السياحي. هي مدربة ميدانية بالجامعة اللبنانية ومحاضرة في معهد أدلة في وزارة السياحة. واليوم ريم حتحكي لنا عن الطقوس الأدونية، ومنتشكر لوجودها معنا اليوم. وريم الكلام لك. ميرسي كتير ريم. ميرسي كتير أليسار، وميرسي كتير لألكم على الانترست تبعكم انكم تحضروا هيدا المحاضرة. اليوم رح نسافر مع بعض بلبنان، هنسافر مع بعض على الخيار تبعنا. بالخيار تبعنا رح نشوف وادي نهر إبراهيم، اللي هو وادي نهر أدون بالأساس. هذه الدراسة أخذت من وقت 3 سنين، كانت التاس تبعي. في كتير أشخاص من الأركيولوج والمؤرخين بيتوافقوا مع الأشياء اللي رح أقولها، وفي أشخاص ما كتير بيتوافقوا معها لدراسات تانية. فأنتوا هلأ بعد ما نعرض هيدي المحاضرة أنتوا بتشوفوا وبتعطوني رأي شو رح تقتنعوا ما رح تقتنعوا. بس بهمني أنا كمان نحكي عن الشيء اللي كتير مهم، الديانة الفينيقية أو الديانة الكنعانية أو اللبنانية القديمة. وادي نهر أدون هو وادي من أهم الأودية الموجودة بلبنان. وقت بدنا نحكي نحن عن طبيعة لبنان، طبيعة لبنان كان لها أثر كتير كبير على طباع تصرفات السكان تبعه. فالمنظر الجبلي العام والثلج والغابات الكثيفة، ينابيع الغزيرة، الأنهار، كل هيدي أوحت للبنانيين القدماء بخلق علاقة مباشرة مع قوى الطبيعة. وخير دليل على هيدا الشيء تسمية الأنهار والأودية الخصبة بأسماء الآلهة. من هون نجي لتسمية وادي نهر أدونيس، أو خلينا نتفق مع بعض رح أقول أنا أدون، لأنه الكنعانية أو الاسم الكنعاني المذكور هو أدون وليس أدونيس. أدونيس بعدين صار مع اليوني، فبالأجدى لإلنا نقول وادي نهر أدون. خلوا وادي نهر أدون جعلوا منه مركز للحج الديني. كان يتوافد له من كل بقاع الأرض ناس ليعملوا الحج الديني بوادي نهر أدون. بهذا الوادي نشأت أهم أساطير العالم اللي تحدثت عن الهوية الدينية للشعوب القديمة. يعني وقت اللي أنا بحكي عن طقوس الأدونية ما رح أحكي بس عن لبنان وعن أثرها بالمجتمع اللبناني القديم والحديث وتطورها عبر العصور. بدنا نحكي عن الديانة بمصر، شو هن الإكوفلنس تبعهم بمصر، شو هن الإكوفلنس تبعهم بالعراق، باليونان وبروما. من الناحية الأثرية، هذا الوادي بيضم عدد كتير كبير من المواقع، من المعابد والمدافن والمزارات اللي كانت تجسد فكرة الطقوس الأدونية. أما من الناحية البيئية، فهذا الوادي يعتبر من أهم المواقع البيئية والطبيعية بالشرق الأوسط، لأنه في تنوع إيكولوجي هائل ما له مثيل بكل المنطقة. فهذه المقدمة تبعنا لليوم. رح نبدأ هلأ المحاضرة. أول شيء رح بلش بالخصائص الجغرافية لوادي نهر أدون أو وادي نهر إبراهيم. هو وادي صخري عميق. إذا منطلع بالصورة نشوف شكل السبعة بالعربي أو البي بالإنجليش. هو وادي عميق خانق
وبيبلغ تصريف النهر سنوياً حوالي 381 متر مكعب. ينبع النهر من غارة أفقى اللي هي عبارة عن خانق، كمان خانق محفور بالصخور الجيرية، تتميز بسماكة الصخور الجيرية الكالكار تبعه. بيرفض هذا النهر نبع سنوي من مغارة الرويس وبوسط الوادي، بيرفض نبع آخر هو نبع الحديد اللي بيجي من أرطبة وبيكمل معه للنهر وبيصب على بعد 6 كيلومتر جنوب جبال، وبيبلغ طوله للنهر 30 كيلومتر ومساحة حوضه 333 كيلومتر مربع. هلأ المعالم الجغرافية وطبيعة الأرض هي المقدمة السابقة لتاريخ الإنسان. لما يتحدث عن تاريخ إنسان لبنان وحضارته لازم يكون ملزم بفهم المؤثرات الجغرافية. يعني أنا ما في أشوف هيك قطعة وما أتأثر فيها. مؤثرات جغرافية، مؤثرات الموقع، لأنه هذه المؤثرات مع اليوميات اللي بتسبب فصوله الأربعة فدخلت بهندسة ذهن الإنسان وحكمت التاريخ والثقافة. صحيح أنه أرض لبنان منذ القدم هي صعبة المسالك والصخرية، بس وفرت لبنان حماية ودور فيها بحث عن المجهول، شو في وراء الطبيعة، شو في وراء الجبال. كما أثارت رهبة الطبيعة وجبروتها، أثارت الرهبة خصوصا عند القمم الشاهقة والأودية العميقة والغابات الكثيفة. هذا الشيء خلى اللبنانيين يصير عندهم رهبة وخشوع، وصاروا يفلسفوا ويستعملوا شو هي العلاقة الخلق بين الطبيعة والمجهول. يعني هذه الطبيعة اللي عم نشوفها نحنا جاي من مجهول، شو هو هذا المجهول اللي عم نحكي عنه. من هون تبرز محاولة الاندماج بالطبيعة، يعني أنسانتها. هون بدنا نركز على كلمة أنسانتها أكثر مما هي تأليها. صارت الظواهر الطبيعية تتجسد بعوالم النبات والحيوان والإنسان. يعني مبدأ الحياة والخصب بيقوم على فكرة ازدواج بين الذكورة والأنوثة، يلي هو شرط أساسي وضروري للولادة والإخصاب وتجدد الحياة. فأبرز الآلهة المتأنسنين كان إيد. هنا نحن عم نحكي عن أثر الطبيعة على الفكر الديني. بما أنه عم نحكي عن أثر الطبيعة على الفكر الديني، نحكينا عن أبرز الآلهة المتأنسنين اللي هو إله الذكر وهو الأب المخصب. نجل الشقة الثانية واللي هي عشتاروت الآلهة الأنثى، وهي الأم المخصبة. والكائن الثالث بيناتهم اللي هو ثمرة التزاوج بين الأب والأم هو مفروض يكون المولود اللي هو يخصب بالحياة، دعي باسم دون أو أدن يعني السيد. هون ظهر عنا التالوت مثل تالوت جبال اللي عم نحكي عنه نحن هلأ، هو يسمى بالتالوت الجبالي واللي هو إيل عشتاروت البعلي، البعلي عشتاروت وأدن. هون بيقابلوا بصيدة نفس الآلهة بس بتسميات مختلفة. أنا بدراستي هذه استندت على عدة مراجع من الرفرنسز العالمية، خاصة بين الألمان الإنجليز والفرنسيين اللي أكثر شيء شددوا على زو أو شددوا على نفس التسميات إله إله واحد، عدة تسميات لإله واحد. يعني عنا نحن إيل البعل عشتاروت وأدون بجبال، بيقابلوا بصيدة البعل عشتاروت إشمون. يعني هون أدون صار عنده نفس التسمية بس بغير خصائص بصيدة. وبالصور البعل اللي هو إيل مع عشتاروت، بس صار الإله اسمه ملكرت، ملكرت اللي هو ملك المدينة. هون بدنا نحكي عن ظاهرة الحياة المتجددة والعقيدة الدينية، لأنه اعتبر اللبناني أن ظاهرة الموت هي حدث طبيعي بيحكم أنه يجي من بعده انبعاث جديد وهو الحياة. فموت الطبيعة بالخريف والشتاء شكل مقدمة لإعادة إحياء من جديد بالربيع والصيف.
يعني فكرة الموت تفرض فكرة الحياة. جسدت الحياة المتجددة بالثالوث الكنعاني الفينيقي بشكل بيبرز مبدأ الوجود والتجدد والحياة. فكان الوجه الأول من هالثالوث هو الإله الأب إيل، وبتظهر النصوص القديمة إيل على أنه إله مطلق عالمي الوجود. كان اسمه له تعبير معين مثل خالق الخلائق بالفينيقي بنيبنوت، وهو يشخص بإنسان كبير طاعن بالسن بلقب أب السنين أو حسب ما منقول بالفينيقي أب الشنم. ومن الألقاب الأخرى كمان لطفا، أي إله اللطف والمحبة. بيتلازم اسم إيل بالنصوص الأوغاريتية مع الثور فيسمى ثور إيل، ذلك لأن الثور بالشرق الأدنى كان يرمز للقوة التناسلية والقدرة على الإخصاب. وتظهر النصوص القديمة إيل بصورة أب طاعن بالسن، على رأسه في عنا أرنين للثور. اكتسب أيضا صفات إله الزمن، كما أنه كلمة قرن إلى مدلول زمني بالإضافة إلى علاقتها بالثور. يعني في أنا أقول قرن عن الزمن، نفس الوقت أقول قرن يعني الثور. فالاثنيناتهم ارتبطوا ببعض بالإله إيل، يعني صار هو الثور هو إله الزمن. أما مقام هذا الإله فكان أفقى، اللي هي أفقى وتحديداً المكان اللي بينبع منه نهر أدون. وعرف إيل عند اليونان بزوس وعند الرومان بجوبيتر. هلأ الوجه الثاني من الثالوث الفينيقي تجسد بالإله عشتروت اللي مثلت العنصر الأنثوي، وكانت المرأة بالمطلق. وقت اللي بحكي عن المرأة بالمطلق يعني هي الأم، الزوجة، الشقيقة، العشيقة، كلياتهم في آن واحد. وهي أيضا إلهة الجمال، اللي هي أبرز صفة لإله، إلهة الجمال والحب، بالإضافة إلى كونها إلهة الخصب ومكثرة النسل. بما أنه الديانة اللبنانية القديمة ديانة سامية بتقوم بجوهرها على تأليه قوى الطبيعة، اعتبرت عشتروت إلهة الأرض، يعني الأرض الخصبة هي عشتروت، كما كان إيل هو رمز السماء. ومع إيل من رمز السماء في عنا الصواعق والشتاء والبرق والرعد. وكان عشتروت مثل ما كان لإيل ألقاب كثيرة، كان لعشتروت ألقاب كثيرة أبرزها البعلة السيدة، ملكة السماوات وأم الآلهة. بالعراق أو البابليين عرفوها باسم عشتار، عند المصريين باسم إيزيس، أفروديت عند اليونان، فينوس عند الرومان، عند العرب ساعة يقولوا لها الزهرة، ساعة يقولوا لها اللات، ساعة يقولوا لها العزة. وأقيم لعشتروت تماثيل وأنصاب عديدة تبرز خصائص الأمومة والأنوثة. جسدت بأم مرضى حامل طفل. ودائما مثل ما بنشوف بالمتحف بنشوف بعدد كبير من المناطق اللبنانية وحتى برا، مش كل شيء خاصه بعشتروت أو أفروديت أو فينوس بيكون مرأة عندها صدر، عندها بطن، حامل طفل. فكانت عشتروت كمان هي شفيعة النساء الحوامل اللي كانوا دائما بس يتخلصوا من آلام الولادة والمخاض يقدموا لها النزول ويولعوا البخور. هون منجي هلا للوجه الثالث اللي هو أدون. جسد اللبناني الوجه الثالث من الثالوث بالإله الأبن، وهو دائما اللقب تبعه كان إله الشاب الجميل أدون السيد. وعندما انتقلت عبادته لبلاد اليونان بحوالي القرن السابع قبل الميلاد، حول الإغريق هيدا اللقب لاسم علم، عشان هيك زاد على السافكس اي اس. وانا كمان شفت كيف تأنسن اكتر عند الاغريق فصار اسمه ادونيس، وبعدين صار اسمه ديونيسوس. وسكان بلاد ما بين النهرين او بابل عرفوا ادون بتموز، واللي بيعني باللغة السومرية الابن الحق للمياه العميق. بمصر عرف باوزيريس او هاي تاو، وهو اله الخير ومبدأ الحياة يعني الخصوب. مقتبس الرومان عبادة أدون أو ديونيسوس عن الإغريق وعرفوه باسم باخوس، اللي دايما يد شعائره
مع عبادة معقرة الخمر وممارسة الطقوس الأرجية، يعني العلاقات الجنسية. قرب إليه بجميع مدن الفينيقية وعرف باسم ملكك، مثل ما كنا عم نحكي هلأ بالسور، يعني إله المدينة وملك المدينة. هون تغير خصائص وقت اللي بدنا ننقل لميثولوجيا تانية، يعني ملكك بسور عرف بهيركليز أو هيراكل باليونان. بالإضافة لأمر ملكك عرفوا السوريين أو أبناء سور اسم أدون باسم ملاك أو ملخ أي ملك بالفينيقي. أما بصيدا وقت اللي عرف باسم أشمون اللي هو إله الصحة والشفاء، عرفوا اليونان باسم إسكولاب. كان لهم سور حيتين ملتفتين على العصاية، وكمان عرف أدون باسم تاني اللي هو رشف. كلنا بنعرف الأوبلس اللي بيبلوس رشف إله النور، كان له علاقة مباشرة كمان مع الشمس اللي هي كانت تحيي وتميت الزرع، واللي كمان بترمز للموت والخصب بنفس الوقت. هون رشف عرف باليونان باسم أبولو. وهون في عنا بلبنان في عنا عدد من القرى اللبنانية اللي ما زالت تحمل اسم أدون أو رشف، مثل منطقة رشيف أو رشف بالجنوب، يعني عنا منطقة برشمون، عنا تل المعشوق. على فكرة صفة المعشوق هي صفة تانية للإله أدون. هلأ عم نحكي عن الإطار الأسطوري، بدنا نحكي عن أبرز مظاهر العبادة الفينيقية اللي هي كانت تدور حول تأليه الخصب وعبادته. كان البكاء والنواح على موت أدون والقيام بطقوس من شأنه أن أنصروا على خصمه إله موت. الإله موت هو أرس أو مارس، ولكن موت بالفينيقي. كتير عالجوا هذه الأسطورة، أسطورة أدون وعشتروت، كل واحد حسب مخيلته. بالرغم من أنه هذه الأسطورة هي لبنانية فينيقية الأصل بأصولها ومضامينها، معظم شيء منها من مصادر أصلية من لبنان، سوى العادات والتقاليد اللي كانت تعتمد مجهود شخصي بالمقابلات مع العالم، بدراسات المواقع الأثرية لهيدي الأسطورة. وأكثر شيء بترجع معرفتنا بالأسطورة اللي رح نحكي عنها هلأ اللي هي أدون وعشتروت، إلا ما تناقلوا شعراء اليونان وأدون الأوفيد. أوفيد هو شاعر يوناني كتير مهم، عنده كتاب اسمه مسخ الكائنات، مترجم لعدة لغات من اللغة العربية، وأنا بدراستي اعتمدت عليه لهذا الكتاب. بيقول بأسطورته، أسطورة ولادة أدون، إنه كان بعيش بلبنان اللي هو منطقة جربي ملك اسمه تياس. مرة كان يقولوا له فينيكس ومرة أخرى أجنور، أما بعضهم الآخر وهي الأكثر هي يعرفوا باسم كانيراس. كانيراس كان ملك جبال وبافوس بأبلوس. كان عنده بنت رائعة الجمال اسمها ميرا أو ميرا، وكانت ميرا تتباهى بجمالها وكانت تدعي أنها أجمل من عشتروت. هيدا خلى عشتروت تغار وتغضب، وأصدرت حكم عليها من إله القدر أنه يسيطر عليها حب قوي لبيا. انغرمت ميرا ببيا بمساعدة مربيتها، فطاعت أنها تنام مع بيا من فترة لفترة لكنت حبلت. بهذا الوقت البي اللي هو كانيراس كان بده يعرف مين هي الأميرة اللي عم بتطمعه. فجأة مرة فجأة حط مصباح حده وكشف على وجهه وعرف إنها هي ميرا. هون غضب شديد وحاول إنه يقتلها. هربت ميرا من بيا وراحت استنجدت بالآلهة. هون أشفق عليها زوس، حولها لشجرة عطرية مثل الشجرة اللي عم نشوفها هلأ قدامنا. وهذه الشجرة تحمل اسم شجرة المر، وتحولت دموعها لميرا لحبيبات البخور. يعني يقال انه البخور اللي كانوا يحرقوه لعبادة الآلهة هن دموع ميرا، وكانوا يعطوا رائحة كتير حلوة.
وقتها تمت فترة الحمل انشقت الشجرة وخلق منها أجمل مخلوق عرفته الآلهة والبشر واللي هو أدون مثل ما عم نشوف بالصورة قدامنا. هيدا الصورة هون الأسطورة بتبين لنا أنه أدون هو ثمرة التزاوج بين الذكر الأب والأنثى الأم المتمثلة بالابنة، وهي من ذات الأب يعني من ذات الشخص. أنا هذا التزاوج هو بين الكائن وذات نفس الكائن، تأكيد على وحدة مصدر الخلق بالإضافة للمبدأ الوحدة وللحياة بمظهري البشري والنباتي، بحيث أنه أدون يخلق من شجرة. هيدا عن فيرجن من الفيرجنز تبعول الأسطورة. في عنا هون ما عم نشوف قدامنا وقت اللي خلق الأدون من الشجرة، عم نشوف نيرة كيف هي هاي نيرة هون عم نشوفها كيف اخذ شكل السيدة لصدر وبطن ورفع اثنين لفوق، وهون الولادة عم يخلق الولد منها، وهيدا هو أدون ما عم نشوفه قدامنا. هذا كمان بكتير من المعارض العالمية منشوف لوحات ترسم وبتخلد ذكرى الميثولوجيا اللي بتحكي عن ولادة أدون والولادة من الطبيعي. طيب في عنا موضوع تاني تناول اليونان حول ولادة أدون بالميثولوجيا تبعيكم. فبقصة مولد الآلهة إنه زوس اللي هو إيل أعجبته سميلة هي بنت قدموس، أعجبته سميلة وعمل علاقة هو وياها. كانت سميلة تباها دائما بعلاقتها بزوس، كانت تخبر أصحابها بس ما يصدقوها، لدرجة مرة قالت إنه هي بدها تفرجيهم زوس. زوس ما كان يقبل معه، فقررت انها تقنعه. بعد ما اقتنع زوس قررت انه تتفق هي وياه انه يبين لاصحابه. وقت اللي حاول زوس يقول لها انه ما بدي بين لاصحابك مشان ما اذيهم، ما فهمت عليه، بين لهم. وقت اللي بين طلع معه برق ورعد وصوعت، انصاعقت الاميره ورفقاتها. وهون كانت حامل، واللي هي حامل بأدون. أخرج زوس الجنين من سميلة من أحشائها وحطه بفخده وخيطه بفخده، وبس انتهت فترة التسعة أشهر ولد أدون من فخذ زوس. وهون يسمى أدون أو ديونيسوس كما عرفته الميثولوجيا اليونانية. ديونيسوس هون نقول ديونيسوس أو ديونيسوس يعني ديونيسوس. نيسوس هي نيسا، نيسا هي منطقة أفقى مثل ما ذكرها ممنوس أو هوميروس. وهون في رفرنس إذا بتحبوا تكتبوا اسمه وتقروه بس عن ديونيسوس، اللي هو ديونيسوس ميث أند كولت كاتبه وولتر أوتو، بيحكي عن هيدي القصص كلياتها وعن الولادة بين أدون، كيف خلق أدون من زوس وكيف صار بعدين ديونيسوس وكيف صارت معقرة الخمر هي أساس لعبادة الإله أدون. هون نجي هلأ لأسطورة أدون وعشتارون. هون عم نشوف زوس حامل أدون وقت اللي خلق من فخده، هذا بأحد المتاحف العالمية. هون بدنا نحكي عن قصة أدون وعشتاروت. بعد ولادة أدون من ميرا وعشتاروت وقت اللي شافت هيدا المخلوق، هون أنا عم أقول ميرا لأنه رجعت للوكل، بدنا نحكي عن شيء لوكل بلبنان أو بمنطقة جبال. بنرجع لكني راس من ميرا. وقت اللي خلق أدون من ميرا وعشتاروت شافت قدي حلو هيدا الطفل، اتيمت فيه وحبيته كتير. وقتها كان بعضه طفل أدون، حطته بصندوق خبطته وعطته لأختها بيرسوفوني
اللي هي إلهة العالم السفلي وزوجة إله الجحيم هيدس. بنهار من الأيام برسفني صار عندها كيريوسيتي وفضول بدها تعرف شو فيه بالصندوق. وقت فتحت الصندوق وشافت أدون انغرمت فيه وبجماله ورفضت إنها تعطيه لعشتاروت. فعليا عشتاروت وبرسفني تخانقوا مع بعض واحتكموا لزوس أو لإيل اللي أمر إنه بيبقى أدون 4 أشهر مع برسفني تحت الأرض بعالم الجحيم و4 أشهر مع عشتاروت اللي هو فوق الأرض و4 أشهر من السنة بده يكون طليق. وقت تخير أدون اختار إنه يذهب ال4 أشهر تبعوله لعشتاروت لأنه حبه. وهون صار في علاقة حب بين عشتاروت وأدون اللي كانت تدوم 8 أشهر بالطبيعة. أمتى أدون شبابه عم يسرح ويمرح مع حبيبته عشتاروت اللي هجرت السما ترميله. بيقولوا كتير إنه مكان انتقاء العاشقين هو بلاد جبال اللي هي بالتحديد أفقى والعقورة، مغارة أفقى ومغارة الرويس. اضطربت الآلهة من تصرفات إلهة الجمال عشتاروت وغارت من تعلق عشتاروت بأدون. وكان أشد الآلهة غيرة هو الإله موت اللي هو آرس أو مارس اللي كان عشيقة لعشتاروت، فقرر القضاء على غريمه. عرفت عشتاروت وحست بهذا الشيء، حاولت إنها تمنع أدون إنه يظهر على الصيد بيوم من الأيام لكنها ما قدرت وما نجحت. فظهر أدون على حمى أفقى. وقت اللي صار بحمى أفقى شافوا آرس أو موت وعمل كونفرجن لحير حاله لخنزير بري وخطب على أدون وقتله وجرحه. جرح أدون ركبت لي عشتاروت على صوته ركبي وأنينه أخذته على مغارة أفقى وهنيك غسلت جراحه. بس أدون ما استجاب لعشتاروت ونفض أنفاسه الأخيرة، ضغط منه الحياة ونزل منه الدم. هون عم تتوصل عشتاروت أدون لا يبقى ما يروح ولكن ما رد عليها. وهون مقتل أدون. حسب ما بيقول أوفيد إنه عشتاروت من حزن على أدون شقت ملابسها، لاحظوا هون كيف تيابها مخزقة، شقت ملابسها من صدرها، شدت شعرها وصارت تطم الأقدار وقالت قول كثير مهم واللي هو إنه سوف يبقى أدون ذكرى حزن خالد إلى الأبد وسوف يمثل كل عام مشهد موتك. يعني بطريقتها هيك عشتاروت حكمت على الكل إنه كل سنة مفروض العالم تمثل مشهد الموت تبع أدون ليرجعوا يجيبوه على الحياة. وذكرت إنه رح تنبثق زهرة من دمه لأدون. انبثقت هيدي بعد ساعة زهرة حمراء من دم أدون وهي زهرة شقائق النعمان. كلمة شقائق يعني جروح، معناتها جروح الحبيب، النعمان هو الحبيب جروح أدون. وبتجدر الإشارة إنه نعمان دخلت باللغة الفرنسية والإنجليزية عن طريق الإغريق وصارت تلفظ بأنيمان. بهالطريقة مات أدون. وقت مات أدون صار في شيء للعالم لتحكي فيه أو لتعبده. هون دخلنا بصلب الموضوع أكثر واللي هو الطقوس الأدونية. الطقوس الأدونية أو الأدونيات. الأدونيات هي احتفالات كانت تقام كل سنة بفصل الربيع تخليدا لذكرى موت وقيامة الإله أدون. ومثل ما قلت لكم تعبير عن عشتاروت إنه رح يبقى ذكرى حزن خالد إلى الأبد أدون، وكل سنة رح يمثلوا مشهد موته بالربيع ليرجعوا يخلقوه من جديد. لأنه أحداث الأسطورة، أسطورة البعل أدون، وقعت ببلاد جبال اللي هن أفقى والعقورة، لأنه نحن عادة وقت منقول العقورة منقول مغارة الإله
أرس أو الرواس، أرس أو الرواس هو موت. فوقت اللي منشوف أدون طلع من مغارة أفقى اللي هو النهر، نبع من مغارة أفقى ومشي، بينبع النهر الثاني من مغارة الرواس بتلون بلون المغارة اللي هو فيها حديد، لون الحديد الأحمر، مثل كأنه طعمة فاتت بأدون قتلته، بتكمل مع بعضه لون النهر بصير كلياته أحمر. هيدا الدليل كان للعالم إنه لون صار لون الماء صار أحمر، يعني هيدا دم أدون، بالإضافة ل الورد، الورد الأنمان أو البوبي أو الشقائق النعمان إنه طلعوا، يعني هيدا هون مثل إشارة للعالم لتبلش بالطقوس تبعيتها اللي هي الطقوس الأدونية والاحتفالات. هيدا هيدا الاحتفالات كانت تقام على مرحلتين، أول مرحلة اسمها أفينيس يعني عيد موت أدون. هذا الوقت كان ببداية الربيع، كنا منشوف بجبال لبنان بداية الربيع وقت يبلش يدوب التلج والتراب الأحمر بينزل بالماء كيف تختلط مع بعضها. ومثل ما عم قلكم هون هذا الشيء بذكر بموت الليل المعشوق اللي هو أدون. كانوا يسيروا على اللبنانيين القدماء أو الجبيليين أو سكان المنطقة للاحتفال. فالاحتفال كان بيتقدموا كهنة، كانوا هول الكهنة يحملوا تابوت، بهذا التابوت كانوا يحطوا جسة، هذا الجسة كانت ترمز لأدون ويكون لونها دايماً أصفر ويكون عم يطلع منها يشح الدم. كان يمشي جنب الكهنة كاهنات حاملين فرش منفرد على تمثال العشتروت هي وعم تبكي. خلف الكهنة والكاهنات كان في فتيات حاملين سلال، كانت هذه السلال فيها كعك وزهور. حسب العادات والتقاليد، حسب مرجع كتير مهم اللي بحب أعطيه المراجع بعدين بعطيه إياها، هذا الكعك كان شبيه جداً بما يشبه اليوم عند الشيعة بكعك العباس بعاشورة. فكانوا يحملوا الكعك والزهور، بعدين يمشي وراهم جمعة كتير كبيرة من النسوان متشحات بملابس الأسود اللي هو الحداد، وكانوا ينوحوا ويعطبوا. حاليا كمان عنا بالعادات والتقاليد بالضياع وقت اللي بيموت حدا بيمضغوه بيعطبوا عليه بالعتابة لا تغيب الشمس، بس تغيب الشمس يكونوا وصلوا لأفقى، بس يوصلوا لأفقى كانوا يكبوا التمثال بالنهر لأنه بيعتبروا إنه الماء هي حتحيي الطبيعة من جديد وحتحيي أدون من أول وجديد. بالإضافة لهذا الشيء كانوا الناس يصنعوا ما يسمى بجنائن أدونيس أو أدون، اللي هي عبارة عن سلال كانوا يعملوها يملوها بالتراب ويرشوا عليها ماء، كانوا يزرعوا فيها بذور القمح والشعير والزهور، وكانت النسوان أو النساء بشكل خاص تهتم بالعناية فيها قبل بدء الأفانيزم بـ8 أيام. يعني كانوا يهتموا بهيد الشيء بهيد السلال حوالي 8 أيام، وأول يوم من الأفانيزم كانوا يحملوا هيد السلال ويمشوا فيها بموكب الندابة تبع أدون. فإذا مثل ما كنا عم نقول طقوس الحزن كانت تستمر 7 أيام بجبال، يعني بداية الأفانيزم كانوا يبقى ل7 أيام بجبال أو كل لبنان ل7 أيام. يعني وقت يجوا من لبنان، يعني من البلاد الفينيقية المحيطة بجبال لا يعملوا التقديم لأدون، كانت تدوم الاحتفالات 7 أيام. بمصر وقت كانوا يحتفلوا بهذه المناسبة كانوا يضلوا 3 أيام. وهون منجي للشبه بين أدون بين أوزيريس، وكانت تتعم خلالها مظاهر الحداد، ويقوموا الباكيات برفق أدون ويحكوا عن محاسن صفاته، وكان في الندابات أو البنات اللي كانوا بس يستأجرون لينذبوا كانوا يدقوا على صدورهم يخزقوا تيابهم وينشدوا أناشيد الحزن ويضربوا على راسهم مثل ما كان مثل ما عملت عشتروت وقتها وقع أدون ومصابوا ومات. وكانوا يقولوا لبعضهم
ينهوا الأفنيزم بكلمة اللي هي تقول مات أدون الجميل حقاً مات. فهذه كانت نهاية الأفنيزم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي عيد الإبراز، أي عيد قيامة وبعث أدون. كان تم اكتشاف كمان جثته لأدون أو الجثة اللي كبوها بنهر أدون بأفقى، كانوا يسحبوها من البحر على بعد 6 كيلومتر من الجبال. بهذا الوقت كان يستلم أهل الجبال سلال من البردة، ورق البردة، يعملوا منه سلال نساء الإسكندرية ويكبوه بالبحر المتوسط رمزاً لامتنان إزيس لأدون بعد ما لقت جثة أوزيريس بالجبال. فامتناناً لهذا الشيء كانوا يكبوا سلال ورق البردة بالبحر لتوصل حسب ما تقول الأسطورة لبلاد الجبال. بهذا الشيء إشارة لتطابق الشخصيتين اللي هن أدون وأوزيريس مع بعض، وإزيس مع أشتاروت. كانت سلة البردة، سلال البردة، تحتوي على رأس مصنع من الورق السميك، وكان دايماً يكون في رسالة لفينيقيا بنهاية الحداد وقيامة أدون من الموت كانوا يقرروا. بيبدأ الاحتفال بإطلاق أصوات الفرح والابتهاج، ويبلشوا يعاقروا الخمر ويتناولوا الخمور ويرقصوا ويغنوا ويمارسوا الجنس الجماعي الأورجيز، معلنين انتصار الحياة على الموت. وكانوا يقولوا لبعض لقد قام أدون الجميل حقا قام. كان رافق الاحتفالات الأدونية طقوس إلى مدلول رمزي منا أنه كانوا المؤمنين يحلقوا روسهم حزنا على فراق أدون، وكان على النساء اللي ما بدهم يقصوا شعرهم الطويل وكانوا يتباهوا بجمال شعرهم كانوا يسلموا نفسهم للغرباء مرة واحدة بيوم معين من أيام العيد، ويقدموا النقود اللي يحصلوا عليها بدل كشي يسمى بالبغاء المقدس. هذه هي الطقوس الأدونية اللي عم نحكي عنها، اللي كان لها دور أساسي بإعادة إحياء الطبيعة وإعادة إحياء أدون. ولأنه الماء كان لها دور أساسي بعملية الإخصاب والنمو، رافقت الأعياد الأدونية اللي كانت تقام بأفقى. كان في طقوس كانوا العالم ياخذوا جرار يعبوها من مغارة أفقى، من رأس المغارة من فوق، ويطوفوا مع الموكب الموكب الحادد على أدون، يطوفوا حوالي المغارة، وآخر شيء كانوا يكبوا الماء يرجعوا بالبحيرة المقدسة واللي هي كانت قريبة من معبد اللي كان اسمه معبد عشتاروت، واللي كان مبني كمان على نبعة ماء. يعني هون عنا مثل شكل الواي، في عنا النبع طالع من مغارة إيل بيمشي مع الصخور وبينزل بالشلال على البحيرة، والنبع الثاني طالع من معبد عشتاروت بيمشي مع الصخور وبيربط النبع اللي طالع من مغارة إيل بشكل مع بعض أدون. يعني هون بشكل الواي خلق أدون من عشتاروت وإيل مع بعض. وبنلاحظ إنه عدد كتير كبير من المعابد القديمة كانت مبنية بالقرب من منابع الماء أو فوقها، مثلا معبد أفقى مثل الحشبة، مثل الجبال، في معابد بجبال تمهين الفوقة، يمونة، بعلبك، كتير معابد كانت تعتمد هيدي الطريقة اللي هي محض كنعانية. من الطقوس المرتبطة كمان بعبادة أدون إنه كانوا يتحمموا بمية البحر أو النهر أو يغتسلوا بمية الندى مشان يطهروا نفسهم أو يشفوا من بعض العاهات الجسدية، أهم شيء منها الجلدية، وأهم شيء أمراض العقم. وانتقلت هذه الطقوس للمسيحية وارتبطت بالقديس جورجيوس ملقب عند الإسلام بالخضر، اللي كانت تعرف مقاماته البحرية بلبنان بالباطيات. يعني في عنا باطي بيروت، في باطي تبرجة، الصفرة، البوار، وكلها كانت تقصدها النساء لا يتبرقوا من العقم تبعهم. هون حكينا عن الطقوس الأدونية كيف كانت تقام. هلأ بدنا نفوت أكثر
ضم الموضوع ونحكي عن المواقع اللي لها علاقة بالطقوس الأدونية. أنا اخترت عدد من المواقع، ما اخترتهم كلهم بس اخترت الأساسيات. رح أقلكم اللي هلأ حسب الجدول اللي حنمشي فيه رح كانوا يمشوا. نحنا حنمشي من أفقى من فوق لنوصل ليحشوش. ما رح أحكي عن الغينة، ما رح أحكي عن ليسا، بس رح أحكي عن المناطق اللي فيها أكثر للطقوس الأدونية. وقت اللي بدنا نحكي عن أفقى بدنا نقول إنه هي أبرز شاهد على نوعية العلاقة اللي تصورها قدماء اللبنانيين اللي كانت تربط الإله الأكبر إيل اللي هو خالق الخلائق مثل ما قلنا بالإله أدون اللي هو رمز الخصب والحياة، ومثل ما قلنا الإلهة الأم عشتبي. أفقى هي منطقة تبعد عن بيروت على بعد 71 كيلومتر وبترتفع 1150 متر عن سطح البحر. وذكروا أفقى بالمصادر اللاتينية وهو الاسم مشتق من الجسر نفاق. نفاق معناته النبع المتدفق وهيدا بأرام. هيدا التسمية تنطبق على المكان لأنه بهيدا البلدة مثل ما عم نشوف في عنا مغارة بتشكل النبع الأساسي للنهر أدون ونهر إبراهيم اللي هو يعتبر أغزر أنهار لبنان، وهي المغارة كانت مقر الإله إيل. مغارة أفقى مثل ما بنطلع على شكلها بنشوف فتحتها إذا بتلاحظوا معي جاي مربعة، وهيدا المربعة كانتين وما زالت أكيد 60 متر كل جهة منها، ارتفاعها 60 متر علو الفتحة. ومن هيدي المغارة بينبع مي كلير كلير، كلنا بنعرف أفقى وبنعرف قدي المي كلير هونيك. بتشكل شلالات مع بعض، بنشوف بنلاحظ في شلالات من هالجهة والجهة المقابلة لها. هول الشلالات مع بعض كانوا يسمون أهل الضياع جنادل، عشان هيك في بعض المزارع الموجودة فوق اسمها الجنادل. هيدي المياه مع بعض كانت تنزل تحت الجسر وتشكل ومزارع الضياع أكثر شيء، تشكل الشلال المشهور لأفقى والبحيرة المشهورة اللي هي حوض كتير كبير والبحيرة عمقة حوالي 50 فيت يعني حوالي 15 متر عمق هيدا البحيرة. وحد هيدا البحيرة في عنا معبد عشتروش اللي هو كمان مثل ما قلنا انه بني فوق نبع آخر كان ينبع من حد المغارة وما زال ينبع هيدا النبع. هون عم نشوف الديفرنس بغارة أفقى بالصيف شهر القحط، يعني هون وقت اللي بيموت أدون شوفوا المي بطل تنزل، وهون ببداية الربيع كيف المي عم تنزل وشتف، يعني وقت أدون بيكون عايش. هلا بدنا نحكي عن معبد عشتروت. معبد عشتروت كان كتير مهم، يقال انه كان الدايمنشنز تبعوله كتير كبيره. يقال انه هذا المعبد بناه كنارات، هيك بيذكروا بعض المؤرخين من ضمنهم اهمهم جيمس فريزر ولويس لورتي، انه هذا من اشهر المعابد الجبل اللبناني، وكانوا اللبنانيين يحجوا سنويا لهذا المعبد للاحتفال بموت الاله ادون وقيامته. وأخذت الأدونيات شهرة واسعة بهذا الزمن، وكان يرافقها إلى جانبها طقوس البغاء الذاتي اللي حكينا عنه، وكانوا يعتبروها أتباع الدين الجديد اللي هو الدين المسيحي إنه نوعا من الفجور والرذيلة. إذا بنحكي هون عن الأب لمنس اليسوعي كتير حكي بطريقة قاسية عن المنتقدات الأدونية اللي كانت تصير بالمعبد، بالإضافة لكتير أشخاص مؤرخين مسيحيين من ضمن أوسابيوس القيصري اللي كان يحكي عن هذا المعبد بلغة كتير قاسية. هذا المعبد يرجح أنه
كان يكبوا فيه نار اسمها نار أورانيا، وكان يولع الحجاج اللي كانوا يجوا على أفقى سنويا، وكانوا يحطوا كتل من حطب ويكبوها على أعلى الجبل المشرف على أفقى. كنا بنعرف أفقى، وإذا نتخيل المعبد نعرف كيف كان مواجه للجبل. فكانت هيدي النار أو الأشياء النارية تتدحرج وتوقع بالنهر وتبدأ كأنها نار عم تسقط من السماء، وبعدها ما زالت عادة إشعال النار فوق الجبال بلبنان مألوفة لحديت عصرنا الحاضر وخاصة بأفقى. وقتها قسطنطين اعتلى عرش روما واعتنق الدين المسيحي سنة 325، أمر بهدم معبد عشتروت بأفقى، لأنه كانوا يصفون مسيحيين القدماء والمؤرخين بأنه معبد الفجور. بس بعد وفاة قسطنطين حاولوا الكهنة تبعوا للهيكل إعادة بنائه، وهذا الشيء ساعدهم وقت استلم الأمبراطور جوليان المعروف بالجاحد، استلم روما أمر بإعادة بناء الهيكل من جديد. ومن المرجح أنه هذا الهيكل هجر بفترة تيودوسيوس اللي خلى المسيحية تكون دين الدولة الرسمي سنة 380 ميلادي. وخراب الهيكل يرجح بسبب زلزال وقع بالقرن السادس ميلادي، واللي بيأيد هذا الشيء اللي عم قوله أنا حيطان الهيكل اللي هلأ حنشوفها كيف واقعة مثل ما هي، يعني ما ناقصه إلا إعادة ترميم. إذا منطلع على تصميم المعبد، هذا التصميم وضعه عالم الأثار الألماني كرينكر. مرجح أنه كان طوله للمعبد 30 متر، اتجاهه مثل كل المعابد الكنعانية من الشرق للغرب، وفي عنا الحنية الأساسية أو النيش الأساسي بالنص اللي كانت تاخد شكل الصدفة اللي هي تمثل عشتروت. وكان أمام هيدا المعبد أربع أعمدة كتير مهمين اللي كانوا يشبهون بأعمدة بالبا. هيدا الكونستركشن فورم تبع الأعمدة اللي وضعه كرينكر. هون عم نشوف أثار المعبد وكيف المي عم تطلع بعدها من ضمن الحجار. هون عم نشوف تصميم القاعدة وكيف المي بتطلع من المعبد. إذا منلاحظ الآن إنه في عنا الشجرة اللي بتطلع من قلب النيش هون، وإذا بتلاحظوا إنه موجودة عليها تياب، ما زالوا لحديت هلا بعض الناس الموجودين بأفقى والمنطقة المجاورة لأفقى بيجوا بيندروا ل ست الزهراء، الزهراء عند الإسلام السيدة فاطمة أو العذراء، وبيحطوا خرق قماش على الحنية وبيندروا للي عقيم أو اللي عنده مرض أو اللي عنده أي شيء. فهيدي العادات والتقاليد ما زالت موجودة لحديت هلا. هون عم نشوف المي كيف عم تطلع من قلب المعبد. وهون عم نشوف المعبد خلال فصل الشتاء كيف بيكون كله مغطى. فتخيلوا هو موجود، هو قائم بحد ذاته، كيف بيكون شكله أمام النبع اللي هو نبع مغارة أدون أو إيل سوري لتشكيلنا. هلا نجي على منطقة كتير مهمة واللي هي جانب أفقى، اللي هي غارة العقورة أو منطقة العقورة. العقورة بدي أقولكم إنه هي منطقة كتير مهمة، تبعد عن بيروت 68 كيلو، ترتفع عن سطح البحر 1350 متر، وأصل تسميتها هو مشتق من الجزر السامي المشترك اللي هو عقر يعني الجرد، فبيكون معنى جرداء، أو ممكن كمان يكون محرف من عنكورة عين البارز، يعني إشارة لكثرة الينابيع الموجودة بهيدي البلدة، ففيها أكثر من 72 نبع. وقت نجي على العقورة إجباري نحكي عن الشيء الأساسي المتعلق بالطقوس الأدونية اللي هي مغارة الرويس أو أرس
أو مارس أو الإله مون. هيدي بتميز العقورة، وهيدي كمان المغارة بتميز بقربة من نبع أدون، وهي المغارة الأساسية واللي رقم 2 بالطقوس الأدونية. ونطلع على المغارة، اللي طالع على المغارة وشايفها فوق الواجهة تبعيتها في جسر حجري ضخم، عملته الطبيعة من الماء. يعني عنا جسر حجري تبع فقرة، عنا نفس الشيء هون، بس هذا الشيء فقط بفضل العوامل الصخرية، بفضل الزلازل كمان، وقع قدام المغارة. صار في عنا حجار كتير قدام مدخل المغارة. خلف هيدا الجسر الحجري والحجار الموجودة حده، في عنا درج صخري بيوصلنا على قلب المغارة، مدخل المغارة. ويتراوح العلو سقفة للمغارة حوالي 10 فيت، بين 10 لـ20 فيت. ننطلق من المدخل الرئيسي على مسافة 400 فيت، نقسم المغارة لقسمين. القسم الأول على اليمين هو كتير في وحل وصعب الواحد يفوت عليه، والقسم الثاني على اليسار في بقلبه أقواس وزخرفات وأشكال من الشمع، يعني مثل مغارة جعيطة. ومن الطبيعي اللي يفوت على هالمغارة ويشوف الألوان تبعها يتأثر بجمالها ويتأثر بهذا الشيء كله. وقت منفوت على قلب المغارة ومنمشي حوالي 400 فيت، نوصل لقاعة مسكرة بتكون هيك شكل عمودي، ما فينا نظهر منها إلا إذا تسلقنا الحيطان الموجودة، وهي بس تسلقها بتودي على أماكن أوسع من المكان اللي إحنا موجودين فيه. من هون نحكي عن المغارة ونشوف كيف كان ألوانها. أرجيكم شوي هو لبعض الصور اللي أخذتهم من قلبه. هيدي مثل مغارة جعيطة والألوان اللي فيها. هون عم نشوف البيبي ستالاكتايتس، هن كانوا يعتبروه شيء خاص بالإله موت. هيدي المغارة كانت كتير مهمة للإله موت، وخصوصي وقت المي بتغور بقلب المغارة وبترجع تنبع من ميلة تانية لتردف النهر، وهو نهر أدون. في عنا طريق صخري بين العقورة وبين اليمونة، هذا ما رح أحكي عنها هلأ لأنه ما معنا وقت، بس كمان كانوا بالطقوس الأدونية يستخدموا هذا الطريق ليوصلوا لليمونة ليكملوا الشعائر تبعيتهم ليوصلوا على نبع 40 اللي هو موجود باليمونة. وقت اللي نحنا بنخلص من العقورة بنكمل تمشيتنا نزول، نوصل لمنطقة ينوح. ينوح هي تعد آخر المحطات الأدونية قبل الوصول لأفقا. يعني أنا عم بمشي بالعكس، أنا وقت اللي كانوا بدهم يمشوا كانوا يبلشوا يمشوا من معبد البعلي بجبال، يمشوا بقلب يوصلوا على مصب النهر نهر إبراهيم، ويطلعوا بالوادي يوصلوا على المشنقة، يوصلوا على عدة مناطق من ضمنهم ينوح. بعد ينوح بعد ما يرتاحوا يوصلوا على أفقا. نحن هلأ عم نمشي بالعكس. فإذا ينوح تبعد 60 كيلومتر عن بيروت، ترتفع 1100 متر عن سطح البحر، وتسميتها لها علاقة كتير وثيقة بالطقوس الأدونية بموت الإله أدون، لأنه لفظة ينوح تعني باللغات السامية القديمة الراحة والهدوء، إشارة هون ل سكينة تبع أدون وقت اللي بيموت. في بينوح معبد كتير مهم عم نشوف صورته قدامنا. هذا المعبد تحول بالفترة البيزنطية لكنيسة على اسم القديس جورجيوس، وهذا المعبد اليوم يعرف باسم مارجيريوس الأزرق. الأزرق هو نفس اللون الأخضر، بس العالم أو أهل الجبال شكله هولي بقاربوا هولي الألوان ببعضهم مثل الفيروزي أو الأزرق أو الأخضر ليكونوا لنفس المرادف الاصطلاحية للون الأخضر.
كانوا يوصفوه هيك مارجريس الأزرق، أو نسبة كمان مش بس للألوان، نسبة للثمار. وقت اللي بيكون الشجر، إذا بتلاحظوا ورا المعبد في عنا شجر كتير، كل هذا الشجر شجر مثمر، والفواكه اللي فيه وقت اللي ما بتكون ناضجة بتكون لونها على زرق، بيقولوا بعدها زرقة، المراد منها أخضر. وبما أنه مارجريس باليوناني معناته الفلاح، جرجس اللي هو الفلاح أي بخصب الأرض، الطابق اسم أدون مع اسم جورجيوس، وتحولت معظم معابد المكرس لعبادة أدون بالعهود المسيحية لكنائس تحمل اسم القديس جورجيوس أو مارجريس. ومارجريس هو نفس الخضر بالتراث الشعب الإسلامي، وسمي الخضر لأنه جلس على أرض بيضاء عمت كلها خضرة، يعني بمجرد ما جلس على هذه الأرض القاحلة حولها كلها لخضرة فيها حياة. نستنتج من هذا الشيء أنه الخضر هو رمز الخصب والإنبات والتجدد، فبيجمع اسمه مع اسم مارجريس ليصبح مارجريس الخضر. بهذا المعبد كمان فينا نحكي شوي عن خصائص المعبد، نشوف شو هو. في عندي هيدا التصميم تبع المعبد بفرجينا قدي طوله، اللي هو حوالي 15 متر طول المعبد، وعرضه 6.9 يعني حوالي 7 متر عرض المعبد. ومنطلع على نفس الاتجاه، نفس العملية اللي انبنى فيها المعابد الكنعانية. هيدي النيش اللي عنا اياها هون، واللي فيها كمان شيء خاصه بعشتروت. هلا بنشوف النيش اللي هي فيها الصدفه، واهم شيء رح نحكي عنه هلا البواب اللي على الشمال وعلى الجنوب. اذا نتخيل بتعلقت بمعبد بافوس، في عنا شبابيك على الشمال وعلى الجنوب فوق الاديتون، هي ذاتها الكونسيبت تبعيتها هون على الشمال وعلى الجنوب. وقت اللي نحن بنقول أدون والطقوس الأدونية وخلق أدون، نجي لخلق أدون واللي أخذوها الرومان كمان واعتبروا باخوس، اللي هو خلقه بيكون بأقصر يوم بالسنة، واللي هو ب 21 ل 25 كانون الأول ديسمبر، يعتبر بهذه الفترة بداية خلق الحياة. مشان هيك الشمس هون بتكون عمودية، تظهر إذا عم نشوف الماوس، تظهر من هون من هيدي النقطة، نقطة الأرو من الشمال لجنوب، يعني بفوت الضوء من هيدي الميلة وبيظهر من الميلة الثانية. إذا عم نتذكر الكونستراكشن فورم تبع معبد باخوس، بيكون في ضوء على التمثال تبع باخوس اللي هو بيكون مضوى من الشبابيك. هيدا الضوء بيجي حسب الطقوس الأدونية وحسب خلاقة الأرض أو خلقة الطبيعة بهيدي الفترة. منشان هيك بيقولوا إنه الرومان مشان يخلوا العالم الدين بالمسيحية بطريقة ما تضايق الكل، جعلوا هيدا الوقت هو الكريسمس بيريد. بينما ما حدا اكزاكتلي بيعرف أمتى المسيح ولد، بس بتاخد نفس الأيام اللي هي بداية الحياة. وهون بنيجي للكريسمس تري، وقت اللي بيحط الشجر بيزينوها، كانوا يزينوها بالفواكه، كانوا يزينوا يحطوا كمان، اذا بنتذكر نحن وصغار كانوا يحطوا لنا تحت الشجره، يحطوا مثل اللي كنا عم نسميها بجنائن ادون اللي هن القمح، وهو اللي يطلع بهيدي الفتره، انه هيدي فتره خلق الحياه. هون عم نشوف البواب اللي هن بارلل لبعضهم، وعم نشوف كمان فوق في عنا بالفريز فوق عنا نفس الزخارف اللي منشوفها ببعلبك، واللي هي بتمثل الحياة والموت. لاحظوا هذا الديزاين هون، وعم نلاحظ بنفس الوقت الأسنان مسننة اللي كانت تعبر عن الشيخوخة. وفوقها ما بعرف إذا عم تشوفوا الماوس أنا عم قلبها، وفوقها منشوف ما بعرف إذا مبينين معكم أكتر اللي هن الفلاورز اللي هي الحياة بعد الموت. هون عم نشوفها أكتر الوردة، عم نشوف البويد، وعم نشوف الأسنان اللي قلت لكم عنها اللي بترمز للشيخوخة أو
الموت. هيدي النيش اللي عم نحكي عنها اللي هي النيش تبع أدون اللي كمان بترمز لقصة اللي فيها السبل تبع عشتروت اللي هو الصدفي. هون بنكون حكينا عن ينوح وحكينا عن ينوح اللي تحول مثل ما قلنا لكنيسة بعدين وصارت المترانية. ما رح نحكي عن الشق المسيحي، نبقى بقصة الأدونية. نخلص من ينوح ننزل النزول على النص. نص المنطقة هي أرطبة، وأرطبة هي عالضفة الشمالية نهر إبراهيم أو نهر أدون، وبترتفع 1250 متر عن سطح البحر، وطبعا 50 كيلومتر من بيروت. اسم هيدي البلدة مشتق من السريانية من كلمة قرطبو أو القرطب، وبيعني المناخ الحلو أو البرد الحلو، إشارة لموقع أرطبة ولطافة مناخها والبرد اللي فيها بالشتاء وكمان الجو البارد بالصيف. هيدي عند مؤرخ اسمه عفيف مرهج. رقم السفاحة بيقول عن أرطبة إنه هي قرية أبا أو قرية الأب. لكن نستنتج إنه أرطبة كانت كمان محطة كتير مهمة لقوس الأدونية، ولكن مش باقي شيء منها حاليا إلا إذا الواحد بده يفتش كتير بخراج المنطقة بصير يشوف هيدي المدافن والأثار اللي عم قلكن عنها. هلأ وصلنا. أهم نقطة بالطقوس الأدونية هي نقطة المشنقة. توقع قرية المشنقة عند الضفة الشمالية وادي أدون، تبعد 48 كيلومتر عن بيروت، ترتفع 1050 متر عن سطح البحر، وهي نقطة الوسط بين بيل وبين أفقى. المشنقة هي من لفظة مشنقتة بالسريانية، معناتها مكان العذاب، وبيرجح بحثين انه الامكنة اللي كانت تسمى بهيدي الالفاظ اللي هي قصد الالم والعذاب والنواح لها علاقة بالطقوس الأدونية. شوفي عنا بالمشنقة كتير مهم. بهيدي المشنقة نقش اللبنانيين القدماء سبع انصاب او سبع سبع اشخاص. هيدول السبع أشخاص كانوا يدلوا على أسطورة أدون وعشتروت. قبل نحكي عن الأشخاص المنحوتين، هذه الخريطة لكل الموقع. منشوف مقام هون، بالإضافة للمقام في عنا الأشياء اللي عم قلكن عنها اللي هي الخور والمنحوتات اللي حتوفها. هذا المقام عن بعيد هنرجع نحكي عنه. طيب هحكي عن المقام قبل النقوش الصخري. هذا المقام يقال انه كان معبد، في اشخاص بيقولوا انه معبد وهذا الشيء منه مظبوط، يكون منه معبد. كل النقوش والاشياء الموجوده فوق بتاكد انه هذا مقام لأدون، مثل مدفن لأدون. هذا الشيء بياكده الكونستراكشن فورم اللي رح نفرجيك اياها اللي هي بتحكي عن هيدا المقام. هيدا هون وضعه ارنست رينو. اذا بنطلع فيه ومنشغل شوي عقلنا بنشوف انه في باب له، في له كمان شكل بيراميد من فوق، والاعمده مثل الشمعات وعليها تيجين كورنثيوم ستايل. هذا الشيء منه مزبوط، لانه اذا بنجي اكثر للمعبد بنشوف انه ما في اعمده مثل الشمعه، ما في كورنثيوم ستايل، وما في مكان لباب. نرجع اكثر اذا بدنا نفوت اكثر بالديتيلز لهون، نجي لهيدا الكونستراكشن فورم اللي رسمته انا حسب ما شفت فوق. وقت اللي منشوف في عنا أربع أعمدة على كل جهة، وهيدي الأعمدة إذا منطلع فيها منشوف الكابيتلز تبعولها أو التيجين تبعولها من ستايل دوريك.
هو ما في عليه أي زخم. بيجي فوق الفريز، بيجي فوق بعض النقوش اللي فيها بيض اللي هي حياة من جديد، وإذا بده يكون في عنا بيراميد من فوق بده يكون شكله مثل شكل أنواع الهرمل، لأنه أنواع الهرمل هو مدفن وبياخد كتير نفس الستايل أو الشيب تبع هيدا المدفن ونفس الوقت تقريبا. إذا بدنا ناخدها بلا أنواع تجي ستايل مثل ما عم نشوفه، ما في شيء على رأسه. هون منجي منشوف من ديتيلز أكتر، ممكن منقوش بنشوف ستايل تبع الكابيتلز أو الأعمدة اللي هي الدوريك اللي هن بشكله أربعة، لأنه هون ما عنا أربعة لأنه مكسور عمود، اللي هو كان يحاوط المقام، والمقام هو مربع بشكل مربع. هون عم نشوف ديتيلز أكتر لإله، عم نشوف ديتيلز أكتر للبيض وللنقوش الموجودة حوالين المقام. هيدا أكتر أكتر construction form للمقام اللي نحكي عنه لأدون، وخاصة طريقة بناء الحجار لأنه ما كانوا عمود واحد، كانوا عدد طبقات فوق بعضهم. ومنشوف طريقة بناء الحجر والقاعدة تبع المقام. هذه قاعدة المقام هون، وهون عم نشوف العمود انه كيف جايين في بعضهم، ما هو شقفة واحدة، كان عدة شقف. وهون قلنا اكتر انه هذا الشيء كان مربع وما له باب وما له مدخل، هون عم نشوفه اكتر. هون نيجي هلأ للنقوش اللي كنا عم نحكي عنه. هول النقوش هن سبعة، في عنا ثلاثة هون حالياً لأنه مش كتير مهتمين فيهم بلشوا ينبثروا للأسف. هذا التصميم للنقش تبع عشتروت اللي عم نشوفه قاعدة زعلانة حاطة إيدها على خدها عم تبكي، وقدامنا في شخصين هول من الحاشي أو البكاية أو الأشخاص اللي كانوا يندبوا أدون. وهذا التصميم اللي وضعه قبل منس يسوعي بكتابه تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من آثار. وعم نشوف عشتروت قاعدة بستايل مثل المعبد، هذا مثل مقام أو مزار لإله. حالياً عند المسيحية في عنا مزارات اللي بيكون مزار صغير مزخرف، بوقتها كانت المزارات هيك كانت توضع بقلبها التماثيل. هون عنا ثلاث أشخاص، هون عنا أدون هو وحامل القوس من الشيب بده يصطاد، وكمان في حد شخصين مثل الأشخاص اللي كانوا حد عشتريت. هون في عنا السيد شو اسمه الآخر تمثال أو نصب، لهو كان لشخص واحد بس هذا الشخص ما بنعرف، ما في كتير معلومات عنه، حتى إذا منطلع فيه منلاقيه كأنه عم ينبثر حالياً لأنه ما في protection له. يقال كمان أنه هذا وجه آخر لأدون. هون كيف بيواجهوا بعض، هول الشغل النصبين بيواجهوا بعض حالياً. للأسف إذا بتطلعوا لفوق كل المنطقة هون ما فيكم تدعسوا بيناتها لأنها مليانة بالحشيش والبلان. يقال بالفترة العثمانية إنه العثمانيين كانوا يوضعوا بين هول الصخرتين مشانق ويعلقوا مشانق بهذه الفترة، بس ما عندنا شيء أكيوريت بسبب اللي كان يصير. المرجح أن المشنقة مثل ما قلت لكم هي تسميتها خاصة بالعذاب والطقوس الأدونية. بالإضافة لهول الأنصاب في عنا مدافن، هيدا المدافن موجودة جنب المقام كلياتها متصلة ببعضها، كانت نواويس شمسية ومغطاية. أكيد في عنا سرقات، في عنا نهب، فكل الأغطية تبعيتها انسرقت بس هي ما زالت موجودة. إذا بنمشي أكتر من الصخور نوصل لمنطقة الوادي هون،
من هون منطلع نتخيل هيدي الطريق المحفورة بالصخر كيف كانوا يمشوا عليها كلهم ليوصلوا لأفقى، كيف كانوا يوصلوا على المشنقة، كيف كانوا يتسلقوا، كيف كانوا يتعذبوا لعبادة أدون، وكيف كانوا يوصلوا على آخر نفس، بس بنفس الوقت هن مبسوطين لأنه هن عم يعملوا شيء كتير مهم. في عنا شبك مثل هيدي المنطقة اللي هي الغينة. الغينة هي صارت على المقلب الثاني من الجبل، كانوا اللي بدهم يطلعوا من صوب الغينة يطلعوا من صوب الغينة يطلعوا على ليسا، ومن ليسا يوصلوا على أفقى. ومن شان هيك منطقة ليسا اسمها بدل عليها، واللي هو مصدق من اللغة الآرامية هو إلاسا، إلاسا يعني بالسريانية الطبيب والشافي، يعني اسمك بيكون الإله الشافي أو الشافي. هذا شيء كتير منطقي لكلمة ليسا لأنه هي أول منطقة توقع بالقرب من أفقى. هون نجي لآخر منطقة لقلنا اليوم اللي هي يحشوش. بالنسبة لقلنا نحن آخر واحدة، بس بالنسبة لقلن اللي ما بده يطلع من مصب النهر يطلع من يحشوش، يعني كانت بالبداية. يحشوش موقعه وامتداده هو من أسفل الجبل لأعلاه، يعني هي بين الساحل والجرد، وهي بترتفع من 250 متر، وكليات بيوتها موجودة على تلال حد بعضها، فمثل ما عم نشوف الصخور الجيرية هون والنهر. تسمية يحشوش هو تصحيف لحشوشة اللي بتعني بالسرياني المتألم والمعذب، فكان لهيدي علاقة كتير كبيرة بالطقوس الأدونية. ويقال إنه وقت أدون هاجموا الخنزير البري وقف بهيدي البلدة قبل ما يكمل ليوصل على أفقى. فمشان هيك يقال بعض المؤرخين بيقولوا إنه بهيدي المنطقة كان في معبد موجود، بس ما في أثر لأي معبد حاليا. فهون بتجي بس أهميتها بالتسمية وبالجمال، جماليتها للمنطقة. هون أنا بكون حكيت لكم على أهم النقاط تبع الطقوس الأدونية اللي بيوقفوا عليها وقتها كانوا يصلوا، كانوا يحكوا الأدونيات. نحن مشينا ترجي بالقلب، عادة ببلش من يحشوش أو من مصب نهر إبراهيم، بعدين المشنقة، بعدين أرطب ينوح، بعدين أفقى والعقورة، أو من الميل الثاني من صوب الغينة بيطلعوا لفوق صوب أهمس، صوب إسا، وبيوصلوا على أفقى. فإن شاء الله تكون عجبتكم هذه المحاضرة وتكون على قد تطلعاتكم. عندكم أي أسئلة؟ أنا I'm ready. إليسا بتحب تقولي شيء قبل ما نفتح المجال للأسئلة؟ أنا أول شيء بحب أشكر ريم على هالمحاضرة الكتير حلوة، وبحب أذكر الكل قبل ما تبلشوا تظهروا إنه نهار الخميس يعني بعد بكرة في عنا فيرتشوال سفرة على أمريكا الجنوبية بوليفيا مع نور فرح حداد على الساعة 5، فناطرينكم كلكم نهار الخميس إن الله راد. ونحن أكيد مكملين بالمحاضرات، بقلكم شوفي عنا والسكادجول الجديد نهار الخميس إن الله راد. مرسي بكوري، مرسي للجميع، مرسي نور. وهلأ الأسئلة اللي بحب يسأل تفضلوا. أنا عيسى دياب، أنا بعلم الديانات السامية القديمة والحديثة. بخصوص الخضر، أول شيء شكرا كتير للمحاضرة، كتير فيها تفاصيل حلوة، تعلمت أشياء كتيرة، والمحاضرة ملمني شيء is the master بهالموضوع. بس بخصوص الخضر، الخضر بالتقاليد الشعبية هو مرجريز، وهيدي صارت غلقة بضيعة بالأردن. في مقام للخضر في كنيسة مرجريز، عيدوا مع بعض وانطلق التقليد اللي هو غلط من هناك
كل الشرق الأوسط. بالمصادر الإسلامية القديمة الخضر هو مارييس، ومقام الخضر الحي بالصرفان كلمة الحي تطلق على مارييس، والخضر اللي هو كلمة قاعد على أرض بيضة بتصير خضرة، هذه صفة بالكتاب المقدس لمارييس لأنه هو وقف الشتاء فصار في جفاف وهو رجع نزل الشتاء وصار في خضار. وشكرا. كيفك ميرا من آرا؟ مرسي كتير على هالمحاضرة الحلوة. بس كان بدي أسألك، أنت الـ PhD تبعك كيف فينا نقراها؟ يعني is it accessible؟ Can we look at it؟ فينا نشوفها؟ أنا الـ PhD ما خلصتها، هيدي تبعية الماسترز. أوكي الماسترز، هيدا من الماسترز، ما هيك؟ كيف فينا نقراها؟ How can we؟ ايه اكيد 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 في اعمل كوبي لها واقدم لكم اياها. اوكي ذاتس جريت، ميرسي كثير لانه بيهمني بعض تفاصيل و ميرسي كثير. انا بتذكر بالجامعه علمنا اطوان خوري هدول القصص. مزبوط. ايه مزبوط. ما بعرف هو عامل كتاب عن هذا الشيء او لا. هو كان عامل كتاب عن ديانة اللبنانية القديمه، وهو كان البروف تبعي المسؤول تبعي بهيدا التاز. اوكي اخذت من خبرته كثير، وفي كمان مراجع كثير كاتبينا للاسف. وقت ما الواحد بده بيحكي عن مجتمع اللي هو القوم السوري، كاتبين عن الديانات الكنعانيه القديمه. اوكي منهم شخص اسمه خزعل الماجدي اسمه الديانة الكنعانية القديمة، هذا كتاب كتير مهم. أوكي. في شخص تاني اسمه نمر حنا، إذا بدكم المراجع بكتب لكم إياها وببعث لكم إياها. That would be great. مرسي ريم، يعطيك العافية. شكرا معي. For everyone. يلا باي. في عنا سؤال من كوليت. تفضلي. أنا ما فهمت مزبوط على أساس كان ندفع عم بيقطش، إذا فهمت إنه باكيس وديونيزوس وأدونيس هن ذات الإله، وإذا هيك باكيس وديونيزوس معروفين كإله خمرة، يعني ما خصهم بالقصة تبع أدونيس، كيف نقدر ندمجهم؟ لا نقدر ندمجهم لأنه وقتها كانوا هن يتعبدوا لأدون كانوا يشربوا الخمر كتير، ومشان هيك لبنان معروف بالخمر كان من آلاف السنين لحديت هلأ، ومنشوف هيدا الشيء بالمعابد القديمة كمان وبالمعاصر، ومنشوف كمان بالزخارف تبعية التور والعنب وهول القصص كلياتها. وقت لما نقول ديو نيسوس، ديو الإله، نيسوس هي نيسا هي أفقى. حسب عدة مؤرخين أفقى هي نيسا. وقت اللي بقول أنا ديونيسوس يعني إله أفقى. وقت اللي بقول أدونيس هو ذاته ديونيسوس بالميث ديكشنري. أدونيس هو تكملة لأدون، أدونيس بعدها صار ديونيسوس. ديونيسوس هو ذاته باكوس أو باكوس عند الرومان. كيف نربطهم ببعض؟ لأنه في خصب في ممارسة الطقوس الأرجية، بنفس الوقت في معقرة الخمر إنه كانوا يشربوا الخمر وكانوا يمارسوا هذه الطقوس، هي ذاتها كانوا يستخدموها لعبادة أدون بالمحطات الأدونية أو المعابد اللي كانت تقام بس لأدون. فدفنتلي ثلاثتهم مرتبطين ببعض. ريم معي كارينا، بس سؤال كرمال الديت يلي أدونيس، يعني نحن بنعرف أنه بجون 26 it was Baals and أدونيس أي متى it was celebrated. وبعد سؤال إذا هيك فرق مرة بالميوزيوم نحن بنشوف الشير it's an empty chair representing أستارتي أو أشتاروت. Why is it an empty chair؟ يعني بعرف الميثولوجي comes from the seashell أنه هي جاي من البحر وقتها he cut the balls وهيك. So she was born from the sea. But why the empty chair?
So هول two questions بس استفيد. Okay. أول شيء وقت اللي كانوا يبلشوا بعبادة الأدونيات أو بداية الأدونيات كانت بداية فصل الربيع. وقت اللي شوفوا الربيع بدأ ببلش بدوب الثلج ببلش النهر يتلون أحمر من التربة من التربة اللي كانت تطلع من مغارة الرواس بالإضافة للبوبيز أو للأنيمون اللي كان يطلع بكل المناطق اللبنانية هذا دليل إنه أدون عم بعيطلن أو هذا دم أدون عم يطلع عم بعيطلن ليبلشوا الطقوس تبعيتهم واللي هي عادة بتكون بأبريل ما في ديت معين أنه حسب مواسم الطبيعة حسب الفصول كانت تبلش هيدي الطقوس هلأ بالنسبة للأنتي تشير هي ما كانت أنتي يوجولي بيكون في تمثال عليها أو بيكون منحوط فيها شيء بقلب هي ثرون بقلب الثرون يعني ما كان يكون في أنتي ثرون أوكي تانكيو You're welcome تسمحوا لي بس جيب توضيح على الامتي تشير تسمحي لي ريم اكيد بالعكس الامتي تشير اتس ا فيري انتريستينج ايديا ونحن كجايدز وقت نزور المتحف الوطني انا يعني بشجعكم تلفتوا النظر على هذا الموضوع الامتي تشيرز اول ذا امتي all the chairs of أستخدام يعني الكراسي اللي منشوفهم بمتحف الوطن اللي تسموا ب thrones of أستخدام هن أساساً ما التقوا كلهم بمعابد بس لأستخدام هن التقوا بعدة معابد لمكراسين لعدة آلهة مختلفة بس فكرة هالترون الفاضي الأمتي هي كتير مهمة هو من أهم الأفكار الدينية بالديانات بالأول يعني من القديمة اللي هي فكرة تجسيم الإله بلا ما تنعطيه صورة إنسانية أو حيوانية وهيدي فكرة الإله يعني وجود الإله بلا ما نجسده بشكل إنسان أو حيوان هيدي كل فكرة الديانة اللي نحنا كتير مهمة لإلنا اليوم كمان إنه مش ضروري نعطي لالله صورة يعني تكون أو حيوان أو إنسان وهيدي من الأفكار الكتير قوية بالديانات القديمة اللي نشأت عنا بالمنطقة واللي كتير نحنا لازم بالعكس نعطيها أهميتها لأنه فكرة وجود هيك روح إله بلا ما يكون مجسد كتير كتير مهمة لأنه لو أوقات منشوف مثل أشكال مش عاهل عروش بس إذا بتنتبهوا بالمتحف الوطني هالأشخاص اللي في بركة اثنين فيهم عليهم أشخاص هن مذكور على العرش إنه هول الأشخاص اللي مرسومين على العرش هن منهم الآلهة هن هالأشخاص هن بيمثلوا الشخص اللي قدم هالعرش كأكس فوتو كتقديمة للمعبد بقى بالعكس العروش هيدا كان هدفها تكون فاضية لتجسد وجود الإله بس أنا كتير بحب هالفكرة مش إن هيك سوري سمحت لحالي وضحها شكرا حدا بيحب يزيد شيء أو يسأل بعد سؤال بتصور ريم هي رح تقدر تجاوبكم بونجور ما بعرف إذا سمعيني وي دلال سمعيني شي بدي أشكركم كتير تاني شي بدي أسأل ريم ريم أنت وعم تطالعي وعم تعملي الأبحاث ما رأشي عليك بخصوص ترابط بين اليمونة وبين أفقى يعني أنا من زمان قريت ريفرنس قديمة كتير وصورتها فوتوكوبي بعدين يا داعت يا حدا استعيرها مردة ما عاد صار لي قراها مزبوط بس كأنه فهمت بوقتها أنه معتبرين أنه كانت تنحر خرافة كتيرة مثل قرابين بجهة اليمونة وتوصل لجهة أفقى لنهر إبراهيم يعني يصير لونه أحمر أنه مش التربة هيدي إحدى النظريات بس صراحة ما اطلعت عليها كتير مزبوط
وبعد ضاعت الريفرنس، وبركي حدا منكم يعني إذا مش ريم عنده اطلاع على هالموضوع. هيدا الطريق طريق كان بين العقورة وبين اليمونة، يعني يطلع عليه من أفقى على العقورة على اليمونة، ولا ما كانوا ينحروا الخراف، ما مش كانت على هذا الطريق، لأنه كانوا يوصلوا لليمونة وكمان يكبوا التماثيل ويكبوا القصص اللي هن يندروها بقلب نبع الأربعين. الطريق الصخرية الموجودة بين العقورة بين العقورة وبين اليمونة هي كانت الأكسس على أفقى، فكانوا يطلعوا ويقتل يكملوا من أفقى ويكملوا على البقاع يطلعوا على اليمونة. نعرف كلنا بأنه باليمونة كان في معبد كثير مهم مبني على نبع الأربعين، فكانوا يكملوا بهالطريقة هاي، بس أنه كانوا يطبحوا على الطريق، لا كانوا يطبحوا بقلب المعابد بقلب المذابح مش على الطريق أبدا. إذا بدك مش على الطريق، مش على الطريق، السؤال أنه بالنهر بالماء وصلت لو أن النهر تاني جهة، فيعتبر أنه حسب ما قريت يعني صراحة أنا قريتها هيك بشكل مسطح وما عاد صار لي أتعمق فيها وضاعت الرفرنس. إنه اللون اللي بيوم محدد مش إنه بفترة محددة، يعني بيوم محدد يبدو من السنة كان النهر يصير لونه هالأحمر ما بعرف. لا بتصور جوابي على كل حال على السؤال ما مرقت معي هيك، وحسب الرفرنسز اللي عندي انه مش دايما كمان كانوا يكملوا على هذا الطريق، يعني في اشخاص اللي عندهم ندور اكثر يكملوا على الطريق الموجوده لانه هي مينلي كانت اهم نقطه هي افقه، ففي اشخاص يكملوا على افقه، في اشخاص يجوا من ما هي ما انا كان بدي اقول لكم، كان بدي اجيب توضيح انه هول خطوط حج ديني، الطرقات الحج الديني القديم هي من الجهتين، يعني بدكم تعتبروا كان في ناس عم تطلع بتصور من جبال من الخط الساحلي صوب أفقى، وفي كمان الاكيد مثل ما بتعرفوا من بعلبك اللي هي القمه تبع الطقوس الدينية بهالفترات كمان، اللي هن كانوا يجوا من منطقة البقاع ويطلعوا صوب كمان هالمنطقة، وصوب بيكون الحج الديني بالاتجاهين لازم نعتبر. ايه اكيد. مرسي داريا. ايه هاي ريم. هاي ريم، بدي أسألك في صخرة أدونيس يلي بالغينة، هي كمان بارت من التراجيل وقت الناس اللي بتاخد طريق ايه. الغينة هيدي ايه. كمان مثل محطة ايه، بس أنا ما جبت سرطها هو منه معبد منه شيء، هو مثل هيك ممر، يعني هو كان كناية عن شو كان في معبد وبعدين نهد المعبد تعمر في كنيسة وفي مثل المشنقة النقوش الصخرية موجودة هونيك ايه. اوكي يعني المعبد كان هون هلا بعدنا بنشوف النقش، كان في تراجي بعدنا بنشوفه، في تراجي كانوا يمشوا عليه مثل ما كنت هلا عم بقول لكم نور، انه في هول التراجيات الحج الديني اللي كانوا يمشوا فيها من كثير مناطق. اوكي احنا التراجي الاساسي ما انه التراجي الاساسي. اوكي لا التراجي الاساسي اللي انا كنت عم بحكي عنه. ايه قلتي لنا عنه. اوكي هاي ريم كيفك؟ كاتي ليك ما سمعت كتير منيح بوقت الأوقات كان الصوم منه كتير منيح. التماثيل يلي كانوا يكبون بالنهر كانوا معمولين من شو هالتماثيل حتى يقدروا يفوشوا على الماي؟ كانوا معمولين من ورق، في تماثيل معمولة من ورق وفي تماثيل معمولة مش ورق، ورق البرد اللي كان يجي من مصر اللي كانوا إيه؟ يكبون بالبحر يكبولون يوم اللي ياخدون أهل جبال، كان يجي إيه؟ مثل راس معمول من ورق البردة موجودة بقلب سلة ورق البردة وياخدوه ويكبوه بقلب العدة، وفي جتة كانوا يكبوا جتة، يجيبوا جتة صفرة يجيبوا جتة من شخص إيه؟ إنسان يعني من إنسان لونه أصفر وعم ينزل منها الدم ويكبوها. أوكي كانت جتة عن جد مش تماثيل من أدونيس، تمثيل مثلا خشب من تمثيل أدونيس. في تماثيل وفي جتة وفي اللي كان ينعمل من ورق اللي كان يجي من مصر. بتعرفي شو بيقولوا له هالورق بالفرنساوي؟
بالعربي البردة، ما بعرف بالفرنسية شو بالإنجليزي. بابيروس مش بابيروس؟ بابيروس بلا. بابيروس، أوكي أوكي. داكور، ميرسي كتير ريم. ميرسي، تريز انتريسون. ميرسي. هلا. أوكي. باي ريم، بيس. هاي ريم، بس بليز فيك تعديلي الروتينج يلي قلت في أول روتينج، تاني روتينج اللي هو الغينة أمز ليسا، الروتينج الأول بليز. الروتينج الأول تبع التور يعني. من مصب النهر يطلعوا على المشنقة، بعدين أرطبة، بعدين ينوح، بعدين أفقى والعقورة. ميرسي بوكو. لكي ثانك يو اول شيء ريم، ثانك يو فيري ماتش وللسنديكا اكيد ولنور، وكثير انتريسون كل اللي عم نعمله، حلو كثير. بدي اسال سؤال، يمكن ما بعرف كيف بده يكون هذا السؤال. هلا نحن بالبوتانيك عندنا بلبنان ما عندنا شجر مر على حد علمي، طب اذا بدنا نربط هالاسطوره بلبنان على القليل لازم يكون هالشيء مربوط بنوع شجر نحن انه موجود عندنا يعني. بس عندي هاي علامة الاستفهام. ايه شوي قبل ما بلش بالموضوع، الكينا مره كتير، الكينا عندنا كينا مره بس برد نوع المر البخور، المر البخور غير شيء. ايه لا انا قلت لكم اول ما بلشت بالموضوع انه ما في مصادر لوكل تحكي عنه، يعني اكثر شيء يطلع معي الميثولوجيا اليونانيه والرومانيه. ما في شيء لوكل بلبنان ليحكي عنه، يعني هول الابحاث اللي عم نعملهم هول من اوائل الاشياء الموجوده. يعني لما نحكي عن اسطوره لوكل، عن خلق ادون لوكلي، ما في شيء لوكلي. كل شيء بدنا نرجع ناخده من اوفيد وناخده من زمرمان، من هول الاشخاص اللي كانوا يكتبوا الميثولوجيا اليونانيه. اوكي ثانك يو فيري ماتش. بس بحب زيد شيء على اللي قالته ريم، انه نحن عندنا بالطقوس بالتراث الشعبي والتراث الشعبي اللي بتعرفه اللي بيتناقل شفهيا مش ضروري يكون مكتوب، هو الاسطوره عندنا بتحكي عن ادونيس وعشتروت بس مش من وقت ما خلق. بتصور ريم بتصور هيدا حتى التسمية أدونيس مش أدون كمان، يعني نحن بنعرف بالروايات الشعبية يعني أكيد اللي بيتنقلوها من بالتراث الشعبي إنه بيحكوا عن أدونيس اللي هو شاب كتير حلو وكتير خلق من الآلهة، بس ما في شيء عن حسب ما بعرف أنا من الطقوس الشعبية بالأنتروبولوجيا إنه ما في شيء بيخبر عن ولادته كولادة مثل ما منلاقي هالشيء بغير ميثولوجية. مظبوط. في حدا بيحب يسأل بعد سؤال؟ إليسار رجعنا لعندك. يلا يعطيكم العافية، ميرسي بوكو وعبيانتو أشوتي.